زي ما اتكلمنا قبل كده في الشات، لما تيجي تعمل فحص بالأشعة مهما كان الفحص ده بلين اكس راي سي تي ام ار، مطلوب منك انك انت تفولفيل 4 حاجات. ليه الفحص بيتعمل؟ indications of examination، ازاي تحضر المريض عشان تعمل الفحص، بتعمل الفحص ازاي، بتقرا الصور اللي طلعت ازاي. ايه هي الانديكيشنز اللي انا بعمل فيها سي تي للبرين؟ ايه هي؟ ماشي، هيستوري اوف تروما، ستروك، بس خلاص، ساينز اوف انكريز انتراكرينال تنشن. ايه هنا؟ لا، الاي دي ملهاش دعوه بالاي دي، لسه جايه من الاخر. staging of tumor مش داخل فيها البرين، الشيست مثلا والليفر هم دول، لكن البرين لا. ما احنا قلنا signs of increased intracranial pressure، suspected intracranial infection. هيدروكيفلس والكونجنتال انوماليز بتاعت البرين. وايت ماتر ديزيز. حاجة تانية ولا خلاص كفاية كده؟ طيب كفاية. ازاي هتعمل العيان ده اللي هيعمل سي تي برين هيتحضر ازاي؟ عليكم السلام. زي في الشيست بالظبط، لو كان هيتحين صبغة أو كان هيتبنج هيصوم من 4 لـ 6 ساعات، لو كان مش هيتحين صبغة ولا هيتبنج ما يتحضرش خالص ويجي يعمل الفحص على طول. هيعمل الفحص ازاي؟ هينام على السرير سوباين، هنعمل سكانوجرام لاترال، وبعدين هنبتدي الفحص بتاعنا من البيز لاين، ذا راديوجرافيك بيز لاين اوف ذا سكال اللي هو ذا اوربيتوميتال لاين، اللي هو الخط الواصل ما بين الاكسترنال كانسس والاكسترنال اديتري ميت. هذا الخط طبقا لنومة العيان على الترابيزة ممكن يكون عمود، ممكن يكون مميل لورا، ممكن يكون مميل لقدام، وعشان كده الجانتري دي بتميل لورا ولقدام وبتبقى عمود، فممكن تظبطها على الزاوية بتاعت لو انت ما ظبطتش الفحص على الزاوية دي مش هيطلع الاناتومي اللي انت هتشوفه، هيطلع حاجات مختلفة غير اللي احنا عاوزينها. بتعمل من اول السكال بيز لحد الفيرتكس كل سنتي في الكبار وكل 7 ملي في الاطفال. لو كان المريض هياخد صبغة او هياخد بنج هيصوم من 4 لـ 6 ساعات، لو كان صغير هيصوم 4 ساعات، لو كان كبير هيصوم 6 ساعات. الصبغة اللي احنا بنحقنها هي اليوروجرافين او التليبريكس او الايزوفيست او اي حاجة من الحاجات بتاعت الاي في بي، والانستيزيا بنديها للاطفال والمرضى الغير متعاونين. امتى تحقن صبغة؟ في اي حاجة ما هيش تروما ولا سريبروفاسكولار ستروك. يعني العيان الإبليبسي تحن سابقة، العيان الهيديك والسسبكتد انتراكرينيال انفكشن تحن سابقة، الناس اللي هم بوست تروماتيك أو سيريبرو فاسكولار ستروك ما تحنش سابقة، الباقي بتحن سابقة. الكلام دوت إلى حد ما قديم شوية، لكن عشان الأجهزة دلوقتي بقت سريعة جدا والمفروض الفحص المثالي يكون من غير سابقة ثم يعقبه حقن السابقة، فاحنا بنعمل كل المرضى من غير صبغة، ويكون الدكتور بتاع الأشعة باصص على الفحص وبعدين يقرر إذا كان المريض دوت محتاج إن هو يتحقن صبغة أو ما يتحقنش صبغة. لكن أيام زمان عشان الأجهزة كانت بطيئة فكنا بنفصل العيانين، أنت تخش تعمل من غير وأنت تخش تعمل بالصبغة اختصارا للوقت. لما تاخد مقطع في البرين اللي هو من اول السكال بيز
وتطلع بيه لحد الفيرتكس، المفروض الصور دي ودي وتمثل السكشن الاولاني اللي هو المفروض يوري الاوربت ويوري الاسمويدال اير سيل ويوري البتروسبون والفريم الماجي. زي ما احنا شايفين هنا this is the orbit اسمويدال اير سيل بتروسبون على الناحيتين والفريم الماجنم زي ما احنا شايفين. لما تاخد مقاطع من تحت لفوق من اول الاوربيتوميتال لاين لحد الفيرتكس في الادلت بتمشي كل سنتي، وفي الصغيرين بتمشي كل 7 ملي، هتطلع مجموعة من المقاطع عددهم حوالي 13 أو 14 مقطع، بيبتدوا من أول المقطع الأولاني وينتهوا لحد آخر صورة فوق خالص. المقاطع دي علشان تعرف الأناتومي اللي فيها، أنت عرفت بتعمل ما تتكلمش مع اللي جنبك. ماشي ماشي، عرفت بتعمل السي تي ليه، وعرفت هتحضر العيان ازاي، وعرفت هتاخد المقاطع ازاي. عاوزين دلوقتي تقرا المقاطع دي. احنا عشان نقرا السي تي برين بنقسمه الى 3 اقسام. القسم الاول هو المقاطع اللي ابتدت من اول مقطع لحد لما اللاترال فنتريكل ابتدى يبان، والمقاطع اللي بعد كده اللي فاتت في اللاترال فنتريكل، والمقاطع اللي بعد كده اللي ما فيهاش فنتريكولار سيستم خالص. فلما تبص على المجموعه ديت من المقاطع دول اللي هم من ساعه ما ابتديت لحد قرب اللاترال فنتريكل ما هيبان، وبعدين دول اللي فيهم اللاترال فنتريكلز موجودين، وبعدين الشويه الباقيين اللي هم ما فيهمش فنتريكولار سيستم خالص. ايه الحكمه من كده؟ ان احنا عاوزين نفصل الاناتومي بالطريقه اللي احنا بنمشي بيها في كل مكان، وهي انك انت يبقى عندك جايد او اناتوميك لاند مارك تعرف تتحرك من خلالها عشان تعرف الاناتومي كلها. المقاطع اللي تحت اللي هم من ساعه ما انت ابتديت عند الفريم الماجنم لحد لما وصلت قرب اللاترال فنتركل، دولت اسمهم ذا بوستيرير فوسا سكشن، السكشنز اللي موجوده ان ذا بوستيرير فوسا. الاناتوميك لاند مارك اللي احنا هنمشي عليها هي الفورس فنتركل. الصورة اللي انت شايفها دلوقتي ديت صورة MRI T1 weighted image، مش عشان نتكلم في الـ MR دلوقتي، ولكن عشان تشوف الـ Force Ventricle اللي هو المثلث اللي انا بشاور عليه دلوقتي. الـ Force Ventricle في نصه بالظبط بيكون كبير، وكل ما تنزل لتحت يصغر، وكل لما تطلع لفوق يصغر. لما يكون الـ Force Ventricle كبير بيكون قدامه الـ Brain Stem، سواء كان كبير او صغير بيكون قصاد البرين ستيم ووراه السيربيلا. لما يكون الفورس فنتركل الكبير بيكون اكبر حته في البرين ستيم هي اللي قصاده، وهي البوند. يبقى لما تيجي في السكشن بتاع السي تي هتلاقي الفورس فنتركل وهو كبير، يبقى اللي قدامه ده هو البوند، يبقى اللي وراه ده هو السيربيلا. السيربيلا في هيمسفير شمال وفي هيمسفير يمين، وفي سيريبيلر بودي او ذا سيريبيلر فيرمس. السيريبيلر فيرمس او بودي هو الجزء الميد لاين بارت اوف ذا سيريبيلر. يبقى لما انت عرفت ان ده الفورس فنتريكل، عرفت ان ده البون وده السيريبيلم شمال وده الفيرمس. السيريبيلم متوصل بالبرين ستيم عن طريق 3 كونكشنز اسمهم ذا سيريبيلر بدانكل. السيريبيلر بدانكل، المظلة متوصلة بالسيريبيلم عن طريق الانفيرير بدانكل، البونس متوصلة بالسيريبيلم عن طريق الميدل، البرين الميد برين متوصل عن طريق السفيري. اللي بيتشاف في السي تي وفي الام ار كويس جدا هو الميدل، لانه اكبر واحد فيهم واكتر واحد فيهم بيتشاف. And this is the site of the middle cerebellar binocular, which is the junction between the bones and the cerebellum. بعد كده بما ان دوت البونس، فالسي اس اف اللي قصاد البونس اسمه بري بونتاين سيستر، يعني السيسترن التي تقع anterior to the bone. In the pre pontine cistern يوجد البازلر artery اللي هو الكوره المليانه صبغه اللي انت شايفها دلوقتي. البري بونتاين سيسترن بتمتد شمال وتمتد يمين في السيريبيلو بونتاين انجل، اسمها ذا سيريبيلو بونتاين انجل سيستر.
بعض الكتب بتكتبها the ambient system. The ambient system. يبقى خلاصة القضية ديت، بعد لما انت حطيت ايدك على الفورس فينتكل عرفت 8 حاجات. خلاص، ايه هما بقى؟ اول حاجة البومب، تاني حاجة ميدل سيريبيلر بدانجل، ثالث حاجة سيريبيلر هيمسفير شمال ويمين، رابع حاجة سيريبيلر فيرب، خامس حاجة بازلر أرض، سادس حاجة بريبونتاين سيستر، سابع حاجة أمبيانت سيستر أو سيريبيلو بونتاين أنجل سيستر. يبقى 7 مش 8. خلاص؟ طيب، بعد كده في اناتومي انت سبته من تحت وفي اناتومي لسه جاي فوق، هننزل لتحت عشان نشوف الاناتومي اللي احنا سبناه. لما تنزل لتحت هيبقى الفورس فينتريكل صغير، وهيبقى اللي قصاد الفورس فينتريكل هو المدلل، وهيبقى مفيش سيريبيلر فيرمس لان الفيرمس لفوق شويه، هيبقى في سي اس اف سبيس ماشي تحت الفيرمس، وهذا سي اس اف سبيس بيوصل السيسترن الكبيره دي اللي هي السيسترن ماجنس. يبقى في فورس فينتريكل صغير قصاده المظله اوبلونجاتا، على جانبيه السيريبيلر هيمسفير، مفيش سيريبيلر فيرمس، وفي السي اس اف اللي تحت الفيرمس اسمه دافاليكيولا. اسمه ايه؟ دافاليكيولا اهي. وهذا السي اس اف سبيس بيمتد لورا علشان يوصل في الاخر خالص الى ايه؟ السيسترن ماجنس. طيب، يبقى ده الفورس فينتريكل لما كان كبير، وبعدين لما نزلت تحت كان صغير وقصاده المظله، لما طلعت فوق كان صغير وظهرت سيسترن جديد. And this is the quadrigeminal cistern which is one of the most important cisterns على الاطلاق في البريك، بسبب ان اللي واقع في الكونكافيتي بتاعتها هو الميد برين شخصيا. احنا قلنا لما الفورس فينتريكل يصغر لفوق يبقى قصاده the mid brain. And the mid brain is contained within the quadrigeminal cistern. والحته السفيفه اللي في نص الكوادريجيمينال سيسترن دي نهايه الفورس فينتريكل وبدايه الاكويداكت اوف سيلز. لان الفورس فينتريكل هيتوصل بفوق الى الثيرد فينتريكل عن طريق السريبرال اكويداكت. اللي انت شايفه خطوط ماشيه بالعرض ديت اسمها ذا سيريبيلر فوليا، اللي هي زي الكورتيكال سلساي بتاعه البرين اللي فوق. الكورتيكال سلساي اللي هي ديبريشنز فيها سي اس اف، الديبريشنز اللي في السيريبيلم اسمها ذا سيريبيلر فوليا، ودايما بيبقوا ماشيين اوبليك كده زي ما انت شايف. يبقى انت دلوقتي تقريبا خلصت الاناتومي اوف ذا بوستيريور فوسا، وهو فيه حوالي 11 حاجه. السبعه اللي احنا قلناهم خلاص، وهضيف عليهم الفاليكيولا اللي هو سي اس اف سبيس اللي ماشي تحت الفيرمس، هضيف عليهم ذا سيسترنا ماجنا اللي هي الكبيره اللي من ورا، هضيف عليهم ذا كوادريجيمينال سيسترن which is very important and the aqueduct of Sylvius اللي هي موجوده في نص الكوادريجيمينال سيسترن. اما تطلع بقى لفوق ادي الفورس فينتريكل وادي الاكويداكت اوف سيلفيوس بتوصل بيه الثيرد فينتريكل اللي هو متوصل بيه الفورامينا او مونرو مع اللاترال فينتريكل. لما تاخد مقطع هنا في الحته ديت يو ار كاتنج ان ذا فرونتال هورن والثيرد فينتريكل والاوكسيبيتال هورن. لما تبص هنا هتلاقي ادي الفرونتال هورن وادي الثيرد فينتريكل ماشي هنا في الميد لاين، وادي الاوكسيبيتال هورن على الناحيتين. في الاوكسيبيتال هورن هتلاقي فيه كالسيفيكيشن which is the choroid plexus، وديت موجوده نورمالي في معظم الناس الادلتس كالسيفايد كورايد بلكس. في هذا الليفل لو انت بصيت عليه في الرسومات او في الصور او في السي تي هتلاقي دوت الفرونتال هورن زي ما احنا اتفقنا، ده الثيرد فنتريكل، ده الكوادرجيمينال سيسترن جواها الميد برين، وهنا في الاوكسيبيتال هورن على الناحيتين. زي ما انت شايف في الرسمه دي او في الرسمه ديت هتلاقي في هنا حاجة مبيضية شوية كده، and this is the head of the caudate nucleus. The head of the caudate nucleus.
وبعدين هتلاقي مثلث ابيض شويه كده في الحته ديت, and this is the lentiform nucleus. وبعدين جنب الثيرد فنتركل على الناحيتين يوجد الثالاموس, يوجد الايه الثالاموس, وماشي ما بين الثلاثه ستراكشرز دولت the internal capsule اللي هي بشكلها المعروف anterior limb جنو posterior limb. يبقى هنا you see the head of the caudate nucleus, the lentiform nucleus and the thalamus. These are the basal ganglia. عشان كده بيسموا الليفل ده the basal ganglia level. في جزء من البيزل جانجليا موجود في الفصيل فصة اسمه the dentate nuclei, وانت ما بتشوفوش اساسا ولا في الام. بره اللنتيفورم نيوكليوس في خط اسود ممكن تشوفه هنا, and this is the external capsule. يبقى في internal جوه اللنتيفورم نيوكليوس وفي external بره اللنتيفورم نيوكليوس. خلاص, لما تبص على الرسمه ديت كده هتلاقي ادي اللنتيفورم نيوكليوس اللي هي مكونه من ثلاث اجزاء, وجواها هتلاقي الانترنال كبسول, وبراها هتلاقي الاكسترنال كبسول, وبره الاكسترنال كبسول هتلاقي خط كده ماشي اللي انا بشاور عليه دلوقتي اسمه ذا اكستريم كبسول او ذا روستروم, ودوت ولا بتشوفه هنا ولا هنا ولا في السي تي ولا في الام ار. وبره الروستروم تلاقي ذا انسلا, الانسلا اللي هو بعض الناس بتسميها ذا فيث لوب اوف ذا برين, بس هو فص خامس بس مدفون لجوه شويه وليه كورتكس وليه وايت ماتر وليه كل حاجه. يبقى عشان نراجع الكلام ده مره ثانيه وهنقوله مره ثانيه في الام ار, الام ار طبعا بيبقى الصوره اوضح شويه من السي تي على اساس انك انت you see the frontal horn and this is the head of the caudate nucleus, this is the lentiform nucleus and this is the thalamus, and you can see easily the internal capsule. And also you can see the external capsule, but you cannot see the extreme capsule. ووراها على طول تلاقي the insula, تلاقي the insula اللي تلاقي الكورتكس بتاعتها شبه الكورتكس بتاعت البرين. In this section نفس الحكاية, head of the caudate, lentiform nucleus, thalamus, internal capsule بالأشكال بتاعتها والextreme capsule زي ما احنا اتفقنا. نعم, الاكسترنال. الكوادرجيمينال سيستون كانت عاملة زي الطبق اللي هو حاجة كده كونكيف وواقع جواها الايه الميد برين. لما تطلع لفوق شوية الاكسترنال الكوادرجيمينال سيستون بيتغير شكلها, فبتبقى عاملة زي السامبوكس, بتبقى دايموند ان شيب اللي هي اللي انت شايفها دلوقتي او اللي انت شايفها هنا. الدايموند دوت اسمه ذا كوادرجيمينال سيستون. يبقى الكوادرجيمينال سيسترن بتبان في البرين في صورتين, تحت بتبقى زي الطبق, فوق بتبقى سامبوكسه. لما تبقى فوق سامبوكسه بيكون جواها ثلاثه ستراكشر, ثلاثه ستراكشر. الكالسيفايد اللي موجود هو الباينيال بودي, الباينيال بودي, وده سؤال بيجي في الامتحان عشان بس ايه نعمل حساب ايه الحاجات اللي بتبقى موجوده جوه الكوادرجيمينال سيسترن. خلاص, اول واحد فيهم اللي هو ذا باينيال بودي اللي هو ده, وبعدين وراه في تو انترنال سيريبرال فين, مش هتشوفهم الا لو كنت حانسبه, جايز تلاقي واحد منهم هنا هو كده لكن مش هتشوفهم الا لو كنت حانسبه. وبعدين الاستراكشر الثالث اللي انا مش رسمه هنا هو الفين اوف جالين, الفين اوف جالين. يبقى في ثلاثه ستراكشرز موجودين في الانترنال في الكوادرجيمينال سيسترن لما تكون سامبوكسه, اللي هما the pineal body, the internal cerebral veins and the vein of Galen. بيتفرع من الكوادرجيمينال سيسترن اربع فروع, كل فرع طالع من كورنر من الكورنرات بتاعتها. هنا في فرع كده طالع كده وفي فرع طالع كده, قدام الفرع دوت في the thalamus, يبقى الفرع دوت اسمه retrothalamic, retro ثلاميك سيسترن. يبقى في ريترو ثلاميك سيسترن شمال وفي ريترو ثلاميك سيسترن يمين. الفرع اللي راجع لورا تخين شويه وهو فوق السيريبيلم, يعني السيريبيلم خلاص بيخلص والسيسترن بتقفل عليه,
اسمه superior cerebellar system. الفرع اللي طالع قدام ماشي فوق الثيرد فنتركل. السكشن اللي تحت اللي كان فيه الثيرد فنتركل كانت كوادريجيمينال سيسترن عامله زي الطبق. انت طلعت فوقيه بقت الكوادريجيمينال سيسترن سامبوكسا، وفي سي اس اف ماشي فوق الثيرد فنتركل اسمه فيلم انتربوزيتوم. اسمه ايه؟ فيلم انتربوزيتوم دي. طيب يبقى انت في الليفل ده اللي هو بتاع اللاترال فنتركل عندك كام اناتوميك لاند مارك او كام اناتوميك ستراكشر؟ كتير. نمرة واحد ذا هيد اوف ذا كودي، نمرة اثنين ذا لينتي فور، نمرة ثلاثة ذا تالامس، نمرة اربعة انترنال كبسول، نمرة خمسة اكسترنال كبسول، نمرة ستة ذا انسولين، نمرة سبعة ذا كوادريجيمينال سيستيرن وفيها ثلاثة امبورتنت ستراكشر ذا باينيال بودي ذا انترنال سيريبرال فينز and the vein of Galen، وطالع منها أربعة cisterns، the retrothalamic cistern على الناحيتين، the superior cerebellar cistern من ورا، and the vellum interpositum من قدام. لو أنت طلعت عن الليفل دوت and you are cutting in the body of the ventricle، يعني أنت طالع كده من تحت وبعدين you are cutting now in the body of the ventricle، then you see the body of the ventricle and the body of the ventricle. خلاص؟ ال two bodies مفصولين من بعض عن طريق the septum بلوسنر. أول ما الفنتريكل بوديز تبعد عن بعض شوية في المقطع اللي فوق ده بيجي في النص ما بينهم the corpus callosum. the corpus callosum. ال corpus callosum بيتشاف كويس في ال MR، ما بيتشافش كويس في ال CT. لكن لو أنت بصيت جنب ال wall of the ventricle هتلاقي حتة بيضة كده شوية، ودي كمالة اللي الكوديت نيوكليس. الكوديت نيوكليس الهيد بتاعتها كانت عن الكونكافيتي اوف ذا انتيريور هورن بتاع الايه؟ بتاع اللاترال فنتركل. لكن البودي والتيل جنب البودي اوف ذا لاترال فنتركل هنا في الحته ديت كده. عشان كده الكوديت نيوكليس عامله زي الواو المقلوبه، راسها لتحت وبعدين بقيتها طالع ايه؟ طالع لفوق. لما تطلع فوق عن كده مش هتلاقي اي حاجه خالص الا الوايت ماتر لونها مسود شويه والجري ماتر لونها مبيض شويه. And both hemispheres are separated by the interhemispheric fissure and the falc cerebral. لو كان في ليجن موجود في البرين and you would like to locate the anatomy then you refer to the posterior fossa ferrum. This is the fourth ventricle. يبقى ده هو الايه؟ البونس. يبقى ده left cerebellum, right cerebellum, cerebellar vernus. And this part is part of the supratentorial brain and this is the temporal lobe لأنه temporal lobe هو أوطى واحد في المقاطع وأنت طالع من تحت لفوق. لما تبص على الكوادريجيمينال سيسترن ديت تبقى أنت عارف إن الحتة اللي وراها على طول بقية السيريبيلم، وعرفت إزاي؟ عشان السيريبيلر فوليوم. And this part is the temporal lobe بقية التمبرال lobe والحته اللي قدام فرونتال والحته اللي ورا اوكسيبيتال. لما تقطع في الفنتريكل بتعمل خط قدام الفنتريكل وخط ورا الفنتريكل. الجزء دوت اللي قدام الخط الاولاني فرونتال واللي ورا الخط الثاني اوكسيبيتال واللي في النص يا اما تمبرال يا اما بارايتال. لو كنت تحت يبقى تمبرال، لو كنت فوق يبقى بارايتال. بتعرف تحت من فوق بوجود الثيرد فنتريكل. لو الثيرد فنتركل موجود يبقى انت تحت، يبقى دوت ايه؟ تمبرال. لو البودي اوف ذا فنتركل موجود يبقى انت فوق، يبقى اللي في النص دوت ايه؟ برايس. لما تطلع فوق خالص مفيش فنتركلر سيستم، تقسم السكشن اربع ارباع. الربع القداماني فرونتال لوب، ليه فرونتال لوب؟ اكبر لوب في البرين. والثلاث ارباع الباقيين برايتال لوب. مفيش تمبرال خلاص طلعت فوق، مفيش اوكسيبيتال لان الاوكسيبيتال لوب اصغر واحد فيه خلص خلاص. لما تطلع فوق خالص عن كده مفيش اي حاجه خالص الا الايه؟ البرايتال فقط. البرايتال خلاص، الفرونتال خلص والاوكسيبيتال والتمبرال وكل الحاجات ديت، ما بقيش بس قدامك الا البرايتال. كلنا عارفين ان الفايبرز اللي بتطلع من السباينال كورد بتدخل انتراكرينيال كلها لازم تعدي في الانترنال كبسول وبعدين تطلع منها وتفرش كده للاماكن بتاعتها على الكورت. هنا هو بتقرا انت في التقرير يقول لك ان الليجن دوت از ان ذا كورونا رادياتا، وواحد تاني يقول لك دوت في السنترم سيمي اوفال.
فين هو الكورونا رادياتا وفين هو ذا سنترم سيمي اوفال. ممكن تشوف الرسمه اللي بالالوان ديت، ادي بتاعه وادي الانترنال كبسول. لما الفايبرز بتطلع من الانترنال كبسول تبتدي تفرش كده، لما تفرش كده يبقى اسمها ذا كورونا رادياتا، اللي هي الفايبرز القريبه من الفنتركل. لما توصل عن السريبرال كورتكس قرب السريبرال كورتكس يبقى اسمها ذا سنترم سيمي اوفال. ذا سنترم سيمي اوفال. انت عشان تريح نفوخك من الكلام دوت مفيش داعي تحط نفسك في مواقف، لما يكون الليجن نير تو ذا فنتركل تقول ديب، ديب بارايتال، ديب تمبرال، ديب معرفش ايه. لما يكون الليجن بعيد عن الفنتركل تقول سوبرفيشال وخلاص، ولا تقول سنترم سيمي اوفال ولا تقول ايه كورونا راديال. الفاسكولار اناتومي في البرين لازم تبقى حافظه صم، لانه بيعتمد عليه حاجات كتيره جدا في تشخيص الفاسكولار اناتومي. فانت مش هتشوف الفيسلز الا عن طريق حقن السبت، وهتشوف معظم الفيسلز ان ذا سوبرا سيلر اريا، في السوبرا سيلر سيستم. فلما يكون الفيسلز طالعه من السكال بيز وانت بتاخد هوريزونتال سيكشنز كده، فانت هتشوف الانترنال كاروتيد ارتري از كور. And this is the site of the internal carotid artery على الناحية الشمال، وده الانترنال كاروتيد ارتري على الناحية اليمين. لما بيطلع الانترنال كاروتيد بيروح مقسوم نصين، نص بيمشي لبره اللي هو the middle cerebral، ونص بيخش عند the midline اللي هو the anterior cerebral. يبقى لما تبص هنا this is the site of the internal carotid artery، المفروض البرانش اللي ماشي كده هو the middle cerebral، والبرانش اللي داخل كده هو الايه؟ the anterior cerebral. الانتيريور سريبرال في A1 سيجمنت اللي هي ماشيه بالعرض، وفي A2 سيجمنت اللي هي طالعه لفوق. خلاص؟ بعد كده التو انتيريور سريبرال بيبقوا جوينتد في النص بالظبط عن طريق الارتري الصغير قوي ده اللي هو ذا انتيريور كوميونيكيتنج ارتري. من تحت بيجي البازلر ارتري بيتقسم نصين الى بوستيريور سريبرال وبوستيريور سريبرال. ادي البوستيريور سريبرال الشمال، بوستيريور سريبرال اليمين. من الانترنال كاروتيد الى البوستيريور سريبرال ذا بوستيريور كوميونيكيتنج ارتر. يبقى ديت كده خلاص السيركل اوف ويلز، انترنال سريبرال، انتيريور سريبرال، ميدل سريبرال، بوستيريور، بوستيريور كوميونيكيتنج، بوستيريور سريبرال، باسيلار ارتري، انتيريور كوميونيكيتنج ارتر. And this is the vascular anatomy by CT. نيجي بقى في الام ار، هاني هيشرح لكم الفيزيكال برنسبل بتاعت الموضوع دوت، لكن انا عاوز بس انك انت تعرف انك انت عشان تعمل ام ار اي للبرين او لاي حته في الجسم لازم حاجه اسمها تي 1 ويتد ايمج وحاجه اسمها تي 2 ويتد ايمج، وهشرح لكم الكلام دوت تفصيل. الاناتومي في الام ار زي الاناتومي في السي تي، لكن في حاجات الام ار بيشوفها السي تي ما يعرفش يشوفها. خلاص؟ فديت بس اللي مطلوب منك انك انت تعرفها. فلما احنا خلاص انت اكيد شفت وريت لكم الصوره دي قبل كده. خلاص طيب، طيب خلاص ده اول جهاز ام ار اخترعوه، كان اوضه حديد كبيره كده والعيان خارج من هدومه كلها وقاعد متذنب عامل كده، وده الكويل اللي بيصوره. خلاص ده بقى الام ار الجديد، العيان نايم على المخده والاكسجين مظبوط بالكمبيوتر وكل شيء تمام. وبعدين خدت بالك انت من الصوره اللي طلعها دي؟ يعني بعد الهوسه دي كلها واكيد 4 ساعات قاعد جوه وكده طلع الصوره دي. لكن ده بقى لما طلع الصوره الكويسه والاوبن ام ار والكلام الاكستريميتي كل ده خلاص عرفته. اللي انا عاوزك تعرفه دلوقتي الموضوع بتاع زمان ده خلاص ما بقاش موجود، اللي هو ان لما يكون عيان عنده كاردياك بيس ميكر دلوقتي يخش اوضه الام ار. ليه؟ عشان غيروا البيس ميكر نفسها. قال لك مش معقول كل واحد هنحط له بيس ميكر يجي بالغلط داخل قص الام ار فيقع ميت، يبقى نغير البيس ميكر زي ما غيروا الحديد والفالفز والستنس والحاجات دي كلها، فبقت من حاجه بلاستيك او حاجه ملهاش دعوه بالام ار. يعني كان جو وانت عندك واي حد عنده يعني البيس ميكر من غير مشاكل. الكليبسات بتاعت الانتراكرينيال انيريزم نفس الحكايه بقت متغيره، بحيث انك انت يو كان لو اي عيان ما بقتش كونترا انديكيشن. ايام زمان في تحذيرات كتيره جدا على على باب اوضه الام ار، ما تخشش جوه، يحصل كذا يحصل كذا يحصل كذا. طيب
ما دي بقى عملية صعبة، بنسأل الراجل بتاعه اللي هو الكارديولوجيست أو اللي هو كده عشان نبقى عارفين بس هو في أنهي مرحلة. برضو الكلام ده قل قوي دلوقتي، يعني لما كان زمان كان الماجنت ما عندوش شيلد أو الشيلد بتاعه بره الأوضة، فأي حد يخش جوه الأوضة يروح مشفوط على الماجنت على طول، اللي هو الكراسي والترولي وأنبوبة الأكسجين وكل ده. لما يتشفط على الماجنت ومش مهم، يعني لو العيان مات مش قضية، لكن الماجنت باظ، هي ديت المشكلة الأساسية بتهم عموما الناس. فالماجنت بيتكسر من أوله لآخره، كل مش الحديدة نفسها، لكن كل البوردات والحاجات اللي بتشتغل بالكمبيوتر كلها بتتكسر. زائد إن أنت عشان تخرج الكرسي دوت من مكانه لازم تبوظ الماجنت، يعني تخلي مفيش ماجنت، يعني تبوظ المغناطيسية بتاعته فتخليه قطعة حديد. وده بياخد وقت، وفي نفس الوقت عشان ترجعه يشتغل ماجنت تاني تشحنه يعني بياخد وقت وفلوس جامدة جدا. يبقى الماجنت باظ والبوردات كلها اللي فيه باظت وكل حاجة اتكسرت، فبيعتبر كأنك خسرت الجهاز. يعني أحسن لك إنك أنت لمجرد غلطة زي كده أي عامل بيعملها، كان زمان عادي جدا تلاقي واحد داخل كده وباصص كده وهو والترولي وكل حاجة كسرت الدنيا. ف دلوقتي بقى عملوا كذا حاجة عشان خاطر الموضوع. آخر حاجة شفتها أنا، آخر حادثة من هذا القبيل حصلت في ليبيا، وكان برضو حد داخل بترولي كده والترولي لزق في الجهاز، لكن عرفوا إن هم يخرجوا الترولي من الجهاز من غير ما يحصل له مشاكل، يعني من غير ما يبوظ المجرى ومن غير ما حاجات كتيرة تتكسر في الجهاز، ورجع يشتغل على طول، لأن الشيلدنج والحاجات اللي زي كده ابتدت تبقى more efficient، وبقى الجهاز متحصن قوي عن ان اي حد تايه كده يروح داخل مخربه على طول. فكل الحاجات دي بقت قليله دلوقتي. ده مش معناها انك انت تجيب حديده وتدخل بيها اوضه الام ار او الترولي او حاجه زي زائد الكراسي والترولي وكده، غيروا خلاص الكومبوزيت بتاعه بحيث ان ما بقلوش دعوه بالمادة، كله المونيا بقى وحاجات خفيفه. المهم ايام زمان قوي كان بيقول لك ان الام ار اجدع من اي حاجه تانية عشان مالتي بلانر، يعني بيعمل اجهزه لوساسه الكورونا. وانت بتمتحن تقول الكلام ده، انا بقول لك عشان وانت بتمتحن في اي حته في القصر العيني في اي مكان كلهم لسه عارفين الكلام ده وهيسالك فيه، فانت تقوله مالتي بلانر تيشو كاركترايزيشن، يعني اعرف الفلويد من البلاد من الفات عن طريق البلد سيجنال. مفيش بون ارتفاكت لان كل العظم ما بيديش سيجنال، الكورتيكال بون. البلاد فيسلز بيشوفها من غير صبغه زي الكاروتس كده، ما انت شايفه من غير صبغه نتيجه السيجنال بقى. لما تيجي تعمل ام ار اي اوف ذا برين، هو دوت البروتوكول بتاعنا، انك انت تعمل ساجيتال تي 1 ويتد ايمج حيث السي اس اف اسود، وبعدين تعمل اكزيال تي 1 ويتد ايمج حيث السي اس اف اسود، وبعدين تعمل اكزيال تي 2 ويتد ايمج حيث السي اس اف ابيض، وبعدين تعمل اكزيال فلير حيث السي اس اف اسود والليجن المفروض يكون ابيض. دول هاني هيشرح لكم بالتفصيل يعني ايه فلير ويعني ايه الكلام دوت وبيطلع ازاي وبيعمل ايه. لكن ده البروتوكول الاسنشال اللي ما ينفعش تعمل يعني من غيره او اقل منه عشان تقرا الام ار اوف ذا برين. ساجيتال تي 1 اكزيال تي 1 اكزيال تي 2 اكزيال فلير. الفلير المفروض هاني هيقول لكم ان هو فلويد اتينيويشن، يعني هو المفروض ان هو تي 2 ولكن بيخلي الميه لونها اسود، فبيخلي الليجن يبقى ابيض ويخلي الميه بتاعت السي اس اف لونها اسود، الا اذا كان الليجن يحتوي على ميه زي السي اس اف بالظبط، زي الفيري اولد انفاركشن، زي الاراكنويد سيست، زي بعض الحاجات اللي هي تحتوي على ميه زي السي اس اف بالظبط فبتطلع سودا في الفلير. فلو انت مثلا عامل عيان ده تي 1 وده تي 2 وده فلير، والعيان ده عنده اثنين ليجنز في البرين ستيم، في التي 1 واحد اسود والتاني اسود خفيف، في التي 2 واحد ابيض والتاني ابيض خفيف، في الفلير واحد اسود وواحد ابيض، يبقى الاسود ده ميه زي السي اس اف والابيض دوت لسه ما بقاش ميه زي السي اس اف، يبقى ده الاثنين دولت ار انفاركشن، لكن الفلير كان ديسكريمينيت بين ذا اكيوت
infarction أو recent infarction الذي لم يتحلل لدرجة إنه بقى شبه CSF، والكرونيك انفاركشن الذي تحلل ووصل إلى درجة الإيه؟ CSF. يبقى الفلير بيطلع CSF أسود، لكن بيطلع الليجنز كلها إيه؟ كلها بيضاء، إلا إذا كان الليجن يحتوي أساسا على مية تشبه CSF. أنت علشان تانتربريت صور الـ MR، إحنا مش بصدد الانتربريتيشن دلوقتي، لكن الأول تطلع الـ T1 والـ T2، وبعدين تشوف لون الليجن اللي انت شايفه ايه في T1 وايه في T2، وبعدين تمشي على القواعد دي. ايه هي القواعد دي؟ ان انت عندك حاجات ثابته، اعتقد ان احنا جبنا سيرتها برضو في الشات، لكن مفيش مانع ان احنا نعيدها مره تانية. في حاجات بتبقى سودة في T1 وسودة في T2 زي الكورتكس اوف ذا بون، وهنا المثال ليها هو البترس، زي الماتيور فايبرس تيشو والمثال ليها هو الليجامنت دوت بتاع المصل، وزي الكالسيفيكيشن زي الكرويد بليكسس وخلافه، كل دولت بيبان لونه اسود في T1 واسود في T2. الفلوينج بلاد بيبان اسود في كل البلس سيكونسز، لان البلاد بيمشي بسرعه اسرع من اللي انا بصور بيها، وبالتالي ما بيديلكش سيجنال. الهواء بيدي لك اسود في كل البلس سيكونسز زي في الاثمويدال اير سيلز مثلا، لان الهواء ما فيهوش هيدروجين كفايه عشان يطلع صوره، والام ار اساسا بيشتغل على الهيدروجين. يبقى انت هتكتب كده في الليسته دي تحفظها صم، الحاجات اللي بتبان سودا في التي 1 وسودا في التي 2: ذا كورتكس اوف ذا بون، ماتيور فايبرس تيشو، كالسيفيكيشن، فلوينج بلاد، اند اير. ثم واحنا بقى ماشيين في الليجنز هيطلع لك حاجات كتيره بقى بتطلع سودا في التي 1 والتي 2، تروح ضايفها بالبتاع زي الاكيوت بلاد والهيموسيدرين وحاجات كده هنجي لها بعدين واحنا ماشيين. الحاجه اللي بتبان ابيض في التي 1 والتي 2 هو الهيمريتش، زي البياضه دي في التي 1 والبياضه هي في التي 2 الهيمريتش، بس يكون سب اكيوت هيمريتش، لان الاكيوت هيمريتش غير كده والكرونيك هيمريتش غير كده. فانت بس فور ذا تايم بينج لحد لما نيجي للمحاضره بتاعت الاستروك تعرف ان السب اكيوت بلاد اسمه ميثيموجلوبين او مش مهم، والسب اكيوت بلاد بيبان ابيض في التي 1 وابيض في الايه؟ في التي 2. اللي بيبان ابيض في التي 1 ومسود في التي 2 هو الفات، والاكزامبل اللي كده الاوربيتال فات مثلا، او الفات اللي في البون مارو زي اللي موجود في الكلايفس او اللي موجود في البيزي اوكسبت او اي حته فيها بون مارو فات، او موجود في ديرمويد سيست انتراكرينيال، او بعض الحاجات التانية اللي احنا برضو هنجيب سيرتها بعد كده. يبقى في خمس حاجات بيطلعوا اسود في التي 1 والتي 2: the cortex of the bone, mature fibrous tissue, calcification, flowing blood, هوا. ماشي؟ وفي حاجة رئيسية بتبان بيضة في الاثنين هي the subacute blood. وفي حاجة رئيسية بتبان بيضة في التي 1 وسودة في التي 2 وهو الفات. بس لسه لما يجي سيرة الجهاز الجديد قوي، بس مفيش داعي ندخل كل حاجة في بعضها دلوقتي. لا، الأجهزة الجديدة والأجهزة اللي هي الهاي فيلد اللي هو 1.5 وأنت طالع ما بتسودش الفات، يعني بتخليه مبيض في التي 1 ومبيض برضه في الإيه؟ في التي 2. لكن أنت بتعرف الفات من البلاد باي ذا أناتومي، يعني لما تلاقي مثلا الفيمر مبيضية من جوه في التي 1 ومبيضية في التي 2 يبقى جواها نزيف؟ لا، صح ولا ايه؟ بس طيب اي حاجة ما اتذكرتش قبل كده هتطلع سودة في التي 1 بيضة في التي 2 اللي هو المية. المية زي السي اس اف وزي اليورين وزي الفلورال افيوجن وزي الاسايتس وزي المية اللي في عين العيان الفيتريس، يعني كل دولت بيبان اسود في التي 1 ابيض في التي 2. الإديمة، البرين إديمة، المصل إديمة، البون مارو إديمة، كل ده بيبان أسود في التي 1 أبيض في التي 2. الإنفاركشن برضه نفس الحكاية بيبان أسود في التي 1 أبيض في التي 2. موست أوف ذا برين تيومرز، لأن البرين تيومرز بتحتوي على كميات مختلفة من المية. ففي تيومر مثلا يحتوي على كمية ضخمة جدا من المية زي السيستيك أستروزيتوم مثلا. وفي تيومر ما بيحتويش على مية تقريبا خالص زي السمومتس منينجيوم. فكل لما الميه كانت كتيره جوه الليجن كل لما بقى اسود في التي 1 ابيض في التي 2.
كل لما المية تقل من الليجن، كل لما ما يقدرش يسود في التي 1 ولا يقدر يبيض في التي 2، فيبان ايه؟ رصاص، يعني يبان انترميديت سيجن، ولا هو اسود ولا هو ابيض. وبينهما بقى فاريشن، كل ما كانت المية معقولة هتلاقي سوادة في التي 1 بياضة في التي 2، كل ما كانت المية قليلة مش هتلاقي ولا سوادة في التي 1 ولا بياضة في التي 2. خلاص؟ طيب احنا في الوقت ده بما ان كل التيومرز بتطلع اسود وابيض، يبقى انت لازم تفرق ما بينهم بطريقة تانية، وهي حقن الصبغة. يعني انت لما تلاقي ليجن سواء اسود في التي 1 ابيض في التي 2 او رصاصي في التي 1 ورصاصي في التي 2، فانت محتاج تشوف هياخد صبغة ازاي عشان تعرفه من الليلة الكبيرة اللي احنا هنتكلم عنها. And this is one of the examples. في هنا هو ليجن في التي 1 لون اسود، لما حقنته صبغة ابيض كله، يعني عمل هوموجينوس انهانسمنت، وهو لازق في الفنتركل و يعني شكله شكل الليمفوم. كل الكلام ده هنتكلم عليه بعد شويه لما نيجي نتكلم في محاضره البرين تيومر. الفائده الرئيسيه الحقيقه في الجادولينيوم هي الديسكريميشن او الديفرنشيشن ما بين الليجنز وبعضها. رقم واحد يفرق الانفلاميشن من التيومر، رقم اثنين يفرق التيومرز من بعضها. يعني يعرف ده من انجيوما وده جليوما وده كذا وده كذا. ده استخدام ضئيل جدا، اللي هو انك انت الام اس بليكس اللي هنتكلم عليها مع الديجنريتيف ديزيز وكده، اذا كانت اكتف ولا لا، بس انت من غير صبغه من العيان نفسه بتعرف الام اس از اكتف ولا لا. بوست اوبراتيف، ودي مهمه، لو العيان شال برين تيومر وانت عاوز تشوف فيه ريزيديوال تيومر او فيه ريكارنت تيومر، بيعتمد على الانهانسمنت، لان البوست اوبراتيف تشينجز اللي هي الانكيفالوماليشيا والجليوز والكلام ده ما تاخدش سبب، لكن التيومر نفسه لو في حته منه باقيه هتاخد ايه؟ هتاخد صبغه. then you can discriminate. في الاناتومي زي ما احنا اتفقنا، انت بتطلع من تحت لفوق وبتقسم ثلاث مراحل وبتمشي زي السي تي بالظبط. فهنا هتلاقي ادي الفورس فنتركل كبير، يبقى اللي قدامه البونز، يبقى اللي وراه سيريبيلم، يبقى السيريبيلم، يبقى الفيرمس، يبقى ميدل سيريبيلر بدانكل، وهكذا. خلاص، حاجه واحده بس مختلفه في الحته ديت، انك انت شايف ورا السيريبيلم برين تيشو، والبرين تيشو دوت لازم يكون جزء من الاوكسيبيتال لوب، صح؟ طيب ايه اللي جاب البرين تيشو ورا السيريبيلم هنا؟ لانك انت ما انتهاش عامل الزاويه زي ما انا قلت لك في السي تي اللي هي اوربيتوميتال لاين. احنا في الام ار ما بنعملش زاويه، بنبتدي من الصفر هوريزونتال كده ونطلع على طول فوق. هتقول لي يعني احنا ما نعرفش نعمل زاويه في الام ار ولا لا؟ نعرف ولا ما نعرفش؟ ما نعرفش عشان الجانتري ما بتتحركش، ولا ايه رايك؟ ها؟ الام ار ما بيصورش عن طريق الجانتري، خلي بالك، الام ار بيصور عن طريق الكويل. خلاص، والكويل ده انت تقول له اعمل ايرد، يعمل على طول، اعمل كده يعمل، تعالى كده يعمل، تعالى كده يعمل. الدايركشن بتاع التصوير ملوش دعوه خالص بالجانتري. خلاص، انت ممكن تعمل زاويه وتصور بزاويه وكل حاجه، بس كل الناس درجت على كده، ما بقتش تعمل زاويه في الام ار، فتيجي في البرين تجر خط وتطلع بيه. في وقت من الاوقات هتشوف السيربيلم وراه اوكسيبيتال لوب، وهم بيستخدموا الحكايه دي في الامتحانات، يجيب لك ليجن هنا عشان انت تقول ليفت سيربيلم وهو يكون ايه؟ ليفت اوكسيد. طيب المقاطع نفس البتاع، خلاص حيل بطل، خلاص الكلام ده ما اعرفش ازاي الناس لسه لحد دلوقتي عندها يعني انا متخيل، يعني لو انا بمتحن مره واثنين وهذا من الاسئله ومن الطريقه ومن هو الفرق والحرق والكلام ده وخلصنا عن كده، لكن 37 سنه بتمتحن في المره الواحده اربع مرات، اثنين ماجستير واثنين دكتوراه، وتقول نفس الكلام على نفس الفيلم ولسه بتتبسط. شوف بقى الولد وهو مخضوض والبنت وهي مفزوعه وبتعيط والكلام ده. المهم البوستيرير فوسا زي ما احنا اتفقنا، ده تي 2 عشان السي اس اف لونه ابيض، ذس از ذا بونس اند ذس از ذا ميدل سيريبيلر بدانكل، سيريبيلر هيمسفير، سيريبيلر هيمسفير، البازلر ارتري اسود علشان سيجنال فويد، بري بونتاين سيسترن، امبيان سيسترن على الناحيتين. ان ذا امبيان سيسترن ان ذا تي 1 ويتد ايمج هتلاقي الفتله ديت which you cannot see by CT and this is the trigeminal nerve.
يبقى دوت واحد من الحاجات اللي الام ار احسن من السي تي فيها، ان يو كان سي ده تراجمنال. عشان كده العيانين اللي عندهم تراجمنال نيورالجيا يبقى الافضل انك انت تعمل له ام ار احسن من انك انت تعمل له سي تي. طيب دي حاجه. تطلع لفوق شويه هنا، هو فاكر انت الكوادرجيمينال سيسترن لما كانت عامله زي الطبق وكان جواها الميد برين، وهنا هو يو سي ذا كلاسيك ميد برين اللي مرسوم في الكتب. في السي تي كنت شايف غباشه كده هو في الطبق وخلاص، تقول هي دي مكان الايه؟ مكان الميد برين. لكن الام ار كان فيه مور ديتيل. الميد برين ده هو متحوط بسي اس اف، الحته اللي من ورا من السي اس اف اسمها الكوادرجيمينال سيستم، ماشي؟ الحته اللي قدام موجوده في الحفره اللي هي اسمها ده انتر بدانكلر سيستم. ليه؟ لان انا قلت لك في كام بدانكل موجود في البتاع تحت ده؟ ثلاثه بس كلهم سيريبيلر، انفيرير وميدل وسوبيرير سيريبيلر بدانكل. في واحد بدانكل بس سيريبرال اللي هو متشاور عليه بالسهم ده، اسمه ده سيريبرال بدانكل، ولا سوبيرير ولا انتيرير ولا اي حاجه. وبالتالي السي اس اف سبيس اللي ما بينهم اسمه ذا انتر بدانكلر سيستم. خلاص، جوه الانتر بدانكلر سيستم دي في كورتين كده اسمهم ذا ماميلاري بودز. ذا ماميلاري بودز كل ده هنتكلم عليه في السوبر سيلر بالتفصيل الممل. ذا ماميلاري بودز ماشي من جنب الماميلاري بودز في خطين كده، ذيس ار ذا اوبتيك تراكس. ذا اوبتيك تراكس كل ده ما بيتشافش في السي تي لكن بيتشاف كويس قوي فين؟ في الام ار. يبقى ايه اللي ضافوا الام ار على هنا؟ نمره واحد يو سي ذا اوبتيك تراك اللي هي الخطين دول، نمره اثنين يو سي ذا ماميلاري بودز اللي هم الكورتين دول اللي هم الكورتين دول، نمره ثلاثه يو سي ذا سيريبرال بدانكل اللي هو ده. خلاص شايفوه؟ نمره اربعه يو سي ذا سبستانشيا نيجرا واللي هي الخط اللي مبيض شويه بعد السيريبرال بدانكل على طول. خلاص دولت هم الحاجات اللي انت ممكن تشوفها هنا. And this is the quadrigeminal cistern، وده هي طبعا السفيفه ديت الاكويدكت اوف سيلفي اللي هي طالعه من الفورس فنتركل رايح على ايه؟ رايح على الثيرد فنتركل. طيب هنا هو this is T1 وده T1 وده T2، ما حدش يتكلم على اللي جنب. خلاص؟ ده اللي انت شايفه هنا هو ده، ولا هو ميد برين ولا هو بونت، صح؟ امال ايه؟ اللي هو ما بين الميد برين وما بين البونس، يعني ذا ابر بارت اوف ذا بونس داخل على الايه؟ على الميد برين. لما تطلع لفوق شويه then you see ذا ميد برين اللي هو بشكله الطبيعي وكده. طيب هنا عندك ثلاث حاجات عاوز ايه؟ تعرفها. خلاص؟ السهم دوت بيشاور على جزء من السيريبيلوم، جزء من طالما في فوليا كده ماشيه كده يبقى دوت ايه؟ سيريبيلر تيشو. And the upper part in the midline، اللور بارت ان ذا ميد لاين اسمه ذا انفيرير سيريبيلر فيرمس، الابر بارت ان ذا ميد لاين اسمه ذا سوبيرير سيريبيلر فيرمس. يبقى في فيرمس سوبيرير وفي فيرمس ايه؟ انفيرير. طيب حوالين الحته ديت كده في سي اس اف، الجزء الوراني منه اسمه ايه؟ ذا كوادريجيمينال، والجزء اللي قداماني منه اسمه ايه؟ انتر بدانكلر متوصل بالسوبر سيلر سيستم. انتر بدانكلر متوصل بالايه؟ بالسوبر سيلر سيستم. طيب امال بقيه البتاع ديت، بقيه السي اس اف اللي ماشي كده وبقيه السي اس اف اللي ماشي كده اسمها سيركم ميزنكفاليك، يعني حوالين الايه؟ البرين ستيم. سيركم ميزنكفاليك سيستم مش مهم ديت، احفظ بس الكوادرجيمينال سيستم، انتر بدانكلر سيستم، سوبرا سيلر سيستم. خلاص؟ طيب التمبرال هورن ده بتاع اللاترال فنتركل، صح كده؟ المسافة ما بين التمبرال هورن وما بين البرين ستيم موجود فيها important structure اسمه the hippocampus اللي هو بتاع الابيليبسي، بتاع التمبرال لوب ابيليبسي. يعني بيكون عيان عنده تمبرال لوب ابيليبسي وتروح تدور في الهيبوكامبس على ليجن، تدور فين؟ على ليجن في الهيبوكامبس. And this hippocampus مكون من جزئين، جزء اسمه the amygdala او amygdaloid nucleus، والتاني اسمه ده هيبوكامبس. هما الاثنين على بعض اسمهم ده هيبوكامبال فورميشن، بس احنا عشان ما نرسمش الدنيا قول ان دي الحته بتاعت الهيبوكامبس وخلاص، ماشي؟ طيب يبقى في هنا هو ذيس اريا از ذا هيبوكامبس اللي هو مسؤول عن التمبرال لوب ابيليبس.
الهيبوكامبس احلى منظر ليه مش في الاكزيال، يعني انت شايفه هنا في الاكزيال كويس، بس هو احلى منظر ليه في الايفالويشن ان ذا كورونا، ما بين التمبرال هورن وما بين الحته اللي فيها البرين ستيم. And this is the region of the hippocampus على الناحيه اليمين، and this is the region of the hippocampus على الناحيه الشمال. لو المريض ده هو عنده تمبرال لوب ايبيلبسي وعنده مشاكل في الهيبوكامبس، هتشوف كده ادي الهيبوكامبس النورمال على الناحيه دي وعلى الناحيه دي، وهنا ان يو سي اب نورمال سيجنال ان ذا فلير، شايف الهيبوكامبس ده ما بيض ازاي، وده هو الطبيعي. دين تشخص هنا ليجن اسمه ميزيال تمبرال سكلروسس، هنتكلم عليه بعد كده. في الاكزيال ممكن ما تلاحظش الابنورماليتي دي قوي، لكن تلاحظ ان التمبرال هورن از دايليتد، ومجرد ان التمبرال هورن از دايليتد از مش باثوجنومونيك، لان العيان لو اتلفت كده شويه واحد هيبقى دايليتد واحد مش هيبقى دايليتد، لكن احنا ايمنج على ذا سيجنال ابنورماليتي، وعشان كده السيجنال ابنورماليتي بتتشاف كويس في الايه؟ في الاكزيال ايمج. بعد كده عاوز تشوف الثلاثه دول اللي هم the choroidal fissure of the hippocampal tail and the vein of Galen. ال vein of Galen موجود فين؟ ما شاء الله. بقول لك هيجي في الامتحان، يعني المفروض تكون سهللت كده وركزت قوي. in the quadrigeminus stern. The vein of Galen is present in the quadrigeminus. فين ال quadrigeminus stern؟ هي دي شايفها اللي هي سامبوكس. ماشي؟ فين هو التخين ده؟ لونه اسود ليه؟ عشان سيجنال بوينت. صح كده؟ طيب وقصاده اثنين انترنال سيريبرال فين، اين يوجد الباينيال بودي؟ ما بتشوفوش عشان الكالسيوم في الام ار ما بيبانش كويس، لكن في السي تي بيبان كويس. طيب فاكر انت الخط اللي كان ماشي كده بالعرض ده كان اسمه ايه؟ ريترو سلامك سيسترن، وهو اسمه برضه ذا كورويدال فيشر. خلاص يبقى ريترو سلامك سيسترن اسمها ذا كورويدال فيشر. الحته من التيشو اللي ورا كورويدال فيشر هو دوت ديل الهيبوكامبس، يبقى الهيبوكامبس راسه فوق قصدي راسه تحت والديل بتاعه لفوق شويه. معايا؟ طيب يبقى عرفت الكورويدال فيشر وعرفت الهيبوكامبال تيل وعرفت الفين اوف جالين. ماشي؟ هجيب لك صور في الامتحان واحط لك اسهم على الكلام دوت وانت تقول من ضمن الاسئله. نقول نعم دي بس دي ولا اللي قبلها؟ ده ماشي اللي هي من اول الهيبوكامبس. الهيبوكامبس هو المسافه ما بين التمبرال هورن بتاع اللاترال فنتريكل وما بين البرين ستيم. خلاص؟ الحته دي ما بتتشافش كويس في السي تي عشان الارتفاكت اللي هي بتبقى طالعه من البترس وكده. فبتتشاف كويس قوي في الام ار، then you know ان المنطقه المحصوره ما بين التمبرال هورن وما بين البرين ستيم اسمها الهيبوكامبس، وان الهيبوكامبس دوت حاجتين وعاوز تعرفهم او مش مهم، خليها هيبوكامبس وخلاص. ماشي؟ وان لو العيان عنده ابيلبسي هم من نفسهم كده بيروحوا عاملين ابيلبسي بروتوكول، فيروحوا عاملين كورونال وعاملين زي ما هنتكلم بعد كده علشان يدور على ليجن في الهيبوكامبس. ممكن يكون العيان عنده ابيلبسي نتيجه فرونتال لوب ليجن، هيبان في بقيه الصور، او معرفش اوكسيبيتال لوب ليجن هيبان برضه في بقيه الصور، لكن تمبرال لوب محتاج كورونال، وكان الاول كورونال تي 2 ودلوقتي حط عليه كورونال فلير عشان يبين احسن. خلاص؟ ان ذا كورونال ايمج بتدور عليه تشوف فين التمبرال هول وتشوف ميديال للتمبرال هول. مالكش دعوه زي الناس كتير قوي يلاقي التمبرال هورن كبير على ناحيه يقعد يقول بقى وانا مش عارف ايه وده تمبرال سكرو. لا، الاسيمتري في التمبرال هورنز لا يعتد بيها، لا يعتد بيها. لو انت عاوز تشوف بقى فين الباثولوجي زي كده، ادي التمبرال هورن اهو ميديال ليه، هو ده الهيبوكامبس على الناحيه الثانيه مبيض اكتر من الطبيعي. اند ذيس از الليجن دوت اسمه ميزيال تمبرال سكليروسس، ولما تيجي موضوع الهيبوكامبس هنتكلم عليه. لما تطلع لفوق هتكون الكوادرجيمينال سيسترن سامبوكس. خلاص؟ السامبوكسه ديت جواها ايه؟ The binial body, internal cerebral veins and the vein of Galen. ادي الفين اوف Galen هو الكبير ده. خلاص؟ طالع من السامبوكسه اربعه كورنرز. واحد طالع لقدام فوق الثيرد فنتركل اسمه فيلم انتربوزيت. واحد راجع لورا فوق السيريبيلم اسمه سوبيريور سيريبيلر سيستيرن.
واحد ماشي كده وواحد ماشي كده اسمه ريترو تلامك سيسترن او كورويدال فيشر. ده او ده هو هو نفس الاسم، ريترو تلامك سيسترن او كورويدال فيشر. ورا الكورويدال فيشر يقع ذا تيل اوف ذا هيبوكامبس. خلاص؟ طيب نطلع لفوق شويه. لما تطلع لفوق شويه هتلاقي في البرين في التي 2 ويتد ايمج في نقط بيضاء كتيره كده، especially عند الاريا بتاعت البيزل جانجليا، وفوق خالص خالص عند البرايتال لوب. ناس كتيره قوي بتمس انتربريت دولت على ان هم لاكنر انفاركشن. دي ار نوت دولت ولا لاكنر انفاركشن ولا ام اس بليكس ولا حاجه خالص. دولت اسمهم بركاو روبنز سبيسز. يعني اي فيسل بنتريتنج ثرو ذا برين بارينكيما از كفرد باي لاين اوف سي اس اف. السي اس اف اللي ماشي حوالين الفيسل اسمه بيري فاسكولار سبيس. لما يبقى برومننت شويه او دايليتد شويه بيبقى اسمه دايليتد بيري فاسكولار سبيس او اسمه بركاو روبنز سبيس، اللي هي سي اس اف حوالين ذا كورس اوف ذا فيسل. And they are seen clearly في region of the basal ganglia as well as in the hyperparietal area. ازاي تفرق دولت من الانفاركشن ومن الام اس بليكس؟ اهم البركان البركاو روبنز سبيسز بتتشاف في تي 1، بتتشاف في تي 1، لكن الانفاركشن لا، ولا الام اس بليك بيتشاف لا في تي 1، بالذات لما يكون فيسل صغير كده you can never see في تي 1 with damage لو كان ام اس بليك او كان انفاركشن. لكن بما ان انت عارف تشوفه كويس في التي 1 يبقى بالكاورو. نمرة 2 ما بيتشافش في الفلير، لان الفلير في الوقت ده السي اس اف لونه ايه؟ اسود، صح؟ المفروض انك انت تشوف، بس نتيجه ان هو فيري سمول استراكشر فبيحصل له فوليوم افريجنج فبيبقى رصاصي، وساعتها البرين بيبقى رصاصي فتلاقيه اختفى على طول. لكن لو كان انفاركشن او كان ام اس بليك هيبيض في الفلير، لان الفلير بيبيض الليج. ها طيب مفيش كلينيكال كورليشن، يعني ولا العيان عنده هيمبليجيا ولا بارابليجيا ولا مش عارف سيمتومز رايحه جايه بتاعت الام اس ولا حاجه، ده عيان نورمال خالص مفيش اي مشكله. وبعدين الاناتوميك سايت، الاناتوميك سايت بتاع الحاجات دي عند البيزل جانجليا وعند الهاي بارايتال ريجن. طيب لما تطلع فوق هتلاقي البوديز اوف ذا فنتريكل سيبريتد باي ذا سيبتم بيلوسيدم. ذس از ذا وايت ماتر المسوديه، جراي ماتر الايه المبيضيه. ليه بنعمل ساجيتال؟ ليه بنعمل ساجيتال تي 1 في البروتوكول؟ نمرة واحد علشان اناتوميك لوكاليزيشن، يعني لما تيجي في الصوره الساجيتال دهيت من غير ما تعمل كل الخطوط اللي انا وريتها لك في السي تي. انت عارف كويس قوي ان this is the frontal loop وده هو البارايتال لوب وده هو الاوكسيبيتال لوب وده السيريبيلم وده المظله وده البونس وده الميد برين وده الكوربس كالون. خلاص يبقى اذا لما انت تشتغل على الـ ام ار وانت عاوز تعرف الليجن موجود فين تجيب السجل وتشوف الليجن موجود فين، خلاص بدل ما تقعد تحسب الحسبه ولا تعمل خطوط. الكوربس كالوزم ديلينيشن ان يو كان سي ذا كوربس كالوزم من اوله لاخره. الكوربس كالوزم يتكون من ثلاثة بارتس ولا أربعة ولا خمسة؟ اثنين. كام يعني؟ اثنين ولا ثلاثة ولا خمسة؟ أربعة. كويس، شاطر أوي، أربعة. السبلينيوم اللي هو الجزء الخلفي، البادي اللي هو الميجور بارت، الجينو اللي هو الانتيريور بارت، وحتة فتلة صغيرة كده اسمها دروسترم اللي هو زي كده واضح هنا اهوت شويه ده راس ده. بعد كده كرينيو سيرفايكال جانكشن، الحته دي لو طلع فيها ليجن تقدر تشوفه كويس الاكستنشن اللي فوق عامل ازاي، الاكستنشن اللي تحت عامل ازاي. في الاكزل سيكشنز بيبقى صعب عليك، لكن في الساجيتال بيبقى سهل. ايفالويشن اوف ذا فينوس ساينسز بالذات ذا سوبيريور ساجيتال ساينس لو كان في ثرومبوزس ولا لا. في السي تي او في الاكزيال ايمجز الساينس بيبقى نقطه كده ورا وتقول بقى جواها ثرومبس ما جواهاش، لكن ده بيوريهولك على طول. وبعدين البيتيتر جلاند في الام ار الحقيقه الكورونا الاحلى بكتير من السجيتال، بس السجيتال مفيد في التشخيص برضو. ولو انت بصيت على السجيتال دوت
you can easily discriminate the anterior pituitary من the posterior pituitary. لأن the posterior pituitary contains more fat أو triglycerides والفات بيبقى أبيض أوي في T1. Then you can see the posterior pituitary and the anterior pituitary. لو أنت عارف إن الـ MR بيقطع في الجسم من الشمال لليمين يبقى دوت the left side of the body ودهوت the right side of the body. يبقى اللي أنت شايفه هنا left frontal lobe, left parietal lobe, left occipital lobe, left cerebellum, left temporal lobe. صح؟ والعكس صحيح عند الناحية and in the midline دهوت لو حد قال لك دوت انهو frontal lobe ما تعرفش انهو parietal lobe ما تعرفش ليه؟ لأن الميدلاين ايمج از نوت اكزاكتلي ان ذا ميدلاين بتبقى متحرفه سنه يا شمال يا يمين وانت ما تعرفش الشمال من اليمين او تقعد تقرا الارقام على الصور فتعرفها اذا كانت ناحيه الشمال اكثر او ناحيه اليمين اكثر لكن لو احنا خدنا صوره اكزاكتلي ان ذا ميدلاين هيطلع الحته دي مليانه سي اس اف اللي هو موجود فين؟ في الفيشر وانا بقول الكلام ده عشان ما حدش يقول ان ده ماسيف برين انفاركشن مثلا زي ما بيحصل في بعض التقارير يقول لك فاكشن باين في السجيتال بس وفي الاكزيال ايمجز مفيش اي حاجه خالص. ليه؟ لانك انت قطعت بالملي فين؟ ان ذا انترميسفيريك فيشر ان يو جاست سي اس اف مفيش برين تيشو في الحته دهيت فتبقى عارف لو انت قطعت اكزاكتلي ان ذا ميد لاين مش هتشوف الا ايه؟ الا سي اس اف. الكورونال ما هواش بارت اوف ذا بروتوكول. يعني لما تيجي تعمل برين عادي تعمل سجيتال تي 1 اكزيال تي 1 اكزيال تي 2 اكزيال فلين بس. ما بتعملش كورونا خالص في البروتوكول. امال امتى تعمل الكورونا؟ يا اما بيزد على الصور اللي طلعت وانت عاوز تشوف البتاع في الكورونا، يا اما الكورونا الموجود في بروتوكولات مخصوصه زي الابليبسي. في بروتوكول اسمه بروتوكول بتاع الابليبسي، ففي الكورونا ده اسينشال، البروتوكول بتاع السله الكورونا الاسينشال، البروتوكول بتاع البيترز الكورونا الاسينشال، البروتوكول بتاع البارانيزال ساينسز والاوربت كل الحته ديت الكورونا اسينشال ان ذا بروتوكول. لكن ما هواش essential in the brain. ومع ذلك الكورونا ليه فوائد. نمرة واحد ان هو بيشوف البيتيوتري وده الاساس في تشخيص السيلر باثولوجي هو الكورونا. نمرة اثنين ان هو بيشوف الهيبوكامبس زي ما احنا اتفقنا وده ما بيتعملش الا لو العيان مشكوك ان الهيبوكامبس بتاعه مش مظبوط. ان هو بيشوف السكال بيز اللي هو السواد اللي انت شايفها هنا وهنا وديت احسن حاجه ليها الحقيقه الكورونا يعني الساجيتال بيشوف السكال بيز بس مش زي الكورونا لو في ليجن ان ذا نيزوفارينكس وده حاجات كتيره قوي تخرم السكال بيز وتدخل انتراكرينيال احسن منظر تشوف بيه هو الكورونا ده تراجيمينال نيرف فاكر انت تراجيمينال نيرف طالع في الايه في السيسترن كده من جنب البون لما انت تقطعه بقى كورونال يعني تقطعه بالعرض كده هيبان نقطه and this is the trigeminal nerve على الناحيه الشمال and this is the trigeminal nerve على الناحيه اليمين جنب on either side of the brain stem زائد the vascular anatomy حلو قوي في الكورونال احسن من الايه؟ من الاجزاء فهنا انت شايف ادي الانترنال كاروتيد ارتري جه من الرقبه وفات في السكال بيز فرامينا وبعدين طلع في الكافيرنا ساينس جنب السله وبعدين طلع فوق السل سوبرا كافيرنس خلاص طلع فوق السوبرا سيلر سيسترن هيتقسم بقى اثنين ميدل سيريبرال راح كده وانتيريور سيريبرال دخل الناحيه الثانيه وده بالنسبه للفاسكولار اناتومي احلى بكثير ولا في صبغه وكل الفيسلز باينه في مقطع واحد من غير مشاكل ونفس الفاسكولار اناتومي اللي هو زي السيلكتيف بالظبط This is the internal carotid in the cavernous طلع عند السوبراسيلر سيستم ميدل سيريبرال ارتري انتيرير سيريبرال ارتري وممكن طبعا تعمل ام ار انشيوجرافي وتجيب الصوره اللي انت زي اللي انت شايفها دي من ضمن الحاجات المهمه في الام ار ذا فينوس ساينس يعني انت ممكن تعمل ام ار فينوجرافي then you can see the superior sagittal sinus الحاجات اللي هي المهمه the inferior sagittal sinus رقم 13 اللي هو the straight sinus رقم 14 اللي هو the confluence of the sinuses رقم 15 اللي هو the transverse sinus رقم 16 اللي هو the sigmoid sinus وبعدين the internal cerebral vein the internal jugular vein و
وده طبعا ده internal cerebral vein اللي هو fragment. In the axial images في بس معلومة مهمة انك انت تعرفها، ان الاثنين اللي هم the transverse sinuses على الناحيتين ما بيكونوش symmetric في كل العيانين، بيكون واحد رفيع قوي والتاني تخين قوي. This is normal، ان الترانسفير sinuses اللي هم واحد ماشي كده واحد ماشي كده اللي هم دولت they are not always symmetric، واحد منهم رفيع والتاني تخين. فتلاقي في معظم التقارير لو واحد بيعمل ام ار فينوجرافي يروح كاتب لك ان ده مقفول على طول، which is wrong. فانت خلي بالك من الايه، من هذه القضيه. لما لو انت في الاكزيال برضو الحته اللي هي قريبه من الانترنال سيريبر من الانترنال جاجولار فين، انت عارف الانترنال جاجولار فين موجود هنا في الجاجولار فصه وهينزل بعد كده في الايه، في النك اللي هو بيبقى ذا سيجمويد، واللي لافف كده بحيث السيريبيلم هو ذا ترانسفيرس ايه، ذا ترانسفيرس. كان في اسئله بس ما اعرفش راحت فين. المهم حد عاوز يسأل حاجة في الكلام اللي احنا قلناه؟ الأناتومي مهم، هيجي منه على الأقل 4 أسئلة في الامتحان. الامتحان هيبقى حوالي 100 سؤال ام سي كيو، منهم على الأقل 4 فيهم أناتومي. خلاص؟ أنا قلت أهو، قلت لكم واحد منهم، وهقوله مرة تانية. إيه الاستراكشرز اللي موجودة في الكوادريجيمنال سيستم؟ خلاص؟ حد عنده أي أسئلة؟ مفيش أسئلة؟